السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل قفل للاسورة دي. ممكن تشوفوا انه صعب وتفاصيله كتير، بس لو مشيت معايا خطوة خطوة بإذن الله هتعمله وانت مغمض عينيك. يلا نبدأ. هنعمل دايرة، صراع واحد، نعم، بعد كده أفصل، واحد ونص، ودايرة كمان واحد ونص بكده. هنوصل للدايرة التانية ان الفراغ هنا زي الفراغ هنا. ناخد الدايرتين اللي جوه، نعمل لونج سترود، والدايرتين اللي بره نعمل لونج سترود بره. تمام، احنا هننحت في الاسطوانتين دول، هنعمل اكستراكت للشنك بتاع البريسلت. هقفل بس الباقي عشان تعرفوا تشوفوا. عشان الاكستند يطلع مظبوط هحتاج اعمل انترب، بعدين اعمل اكستند. بنيون ستلت كده، احنا نحتنا الشكل من بره، نعمله من جوه. هناخد الدايرة اللي عملنا بيها الاي دي بتاع البريسلت بتاعنا، نعمل اكسترود سوليد نو، ونعمل بولين تاني. كده احنا نحتنا الشكل من بره. هنيجي دلوقتي نقسم مساحة الاسطوانة اللي في النص دي لتلاتة. من هنا اختار اتنين، كده الاسطوانة بتاعتي اتقسمت على تلات مساحات. هنيجي من هنا نعمل سيرفس صغير، استخدمه كقاطع بس. هعمل اوفست بوث سايد، نكتب الرقم اللي ظهر ونقسمه على اتنين، ونعمل بولين. وكده ده الجزء اللي تحت المفصلة وده الجزء اللي فوق. طيب دلوقتي البريسلت الشنك بتاعها مغطي الفتحة، نيجي هنا نعمل اكستراكت الاسطوانة اللي من فوق دي، انترب، ونعملها اوفست لجوه حاجة صغيرة بس بوينت تو عشان يبقى في انترسكشن بين الشنك وبين اللوك بتاعي، ونعمل بولين، نشيل الجزء ده. تادا، كده جزء مفصلة خلص. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ حاجة صغيرة بس كنوع من الإتقان. يعني زي ما انتوا شايفين القطع بالظبط، في الحقيقة ما بيبقاش القطع بالظبط قوي كده، فاحنا هسه هننعمه شوية. هعمل كده، بس كده. من كده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالمفصل. طيب في حالة ان البريسلت تكون كبيرة تخينة شوية مش زي دي رفيعة، دي بريسلت كنت انا عاملاها قبل كده زي ما انتوا شايفين قدامكم، نفس التكنيك بالظبط زي ما انتوا شايفين، نفس الطريقة عملتها بالظبط في البريسلت الكبيرة. هي الفكرة كلها قايمة على فكرة النحت، ان انا اعمل اكستراكت للشن واقطع منه الاسطوانة بتاعتي علشان تبقى بالظبط، ونشيل الزيادات. تمام، وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. ان شاء الله في الفيديو الجاي هشرح لكم ازاي نعمل الجزء الخاص بالقفل.
ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.